إلى خبر موجود في أكتر من جورنان، احنا اخترناه من جريدة الشروق. العنوان بيقول: جمال سمك، الزمر يخوض انتخابات حزب الجماعة الإسلامية من قطر. الكلام ده على لسان جمال سمك، وهو المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اللي قال فيها إنه في ثلاثة من قيادات الحزب أو قيادات الجماعة تمكنوا من استكمال ما أسماه الأوراق اللازمة للترشح على منصب رئيس الحزب، وبالفعل تقدموا بأوراقهم دي، ومن ضمنهم طارق الزمر الرئيس الحالي للحزب، واللي موجود الان في العاصمه القطريه الدوحه. هو الحقيقه مش متواجد، يعني زي ما مكتوب كده في الجورنان، هو الهارب الان في العاصمه القطريه الدوحه. خلينا نقول يعني دي معلومه دقيقه، هو مش متواجد، هو هارب. ايضا الى جانب صلاح رجب، والمفترض ايضا انه يتم ترشحه على منصب رئيس هذا الحزب. سمك بيقول ان الزمر ارسل اوراق تضمنت توقيعات من 25 من اعضاء المؤتمر العام للحزب لطلب ترشحه لرئاسه هذا الحزب، واضاف ان انتخابات الهيئه العليا اللي هيتم يوم 12 مايو الحالي سيتم فيها تقرير او اتخاذ القرار. هو الغريب الحقيقه انه طارق الزمر، وكان كمان ذكر في بعض الصحف الأخرى اسم عاصم عبد الماجد وهو أحد قيادات الجماعة الإسلامية، يكون اتنين، طارق الزمر أو عاصم عبد الماجد، مطلوبين في قضايا جنائية، متورطين في إرهاب بشكل واضح، هاربين من بلدهم إلى الدوحة وقاعدين هناك، ومع ذلك عايزين يرأسوا أحزاب، والمفترض أن احنا نصدق أن دي أحزاب سياسية تعمل عمل سياسي.